السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ برحب بطلاب الصف الثالث الثانوي، وان شاء الله النهارده بنستأنف معاكم المراجعة من النماذج الاسترشادية من مؤسسة لونج مان. النهارده مع يونت 11. بنركز مع بعض كده يا شباب وبنقول بسم الله توكلنا على الله. choose the correct answer. number one, my brother has space. هنا في فراغ. in a computer course recently. من الحاجات اللي احنا طبعا فيه بتبقى افعال او مصطلحات بنفتكرها على طول لاول وهله، زي هنا مثلا اخويا في كورس كمبيوتر، يبقى has in، يبقى ايه رايكم؟ enrolled in. enrolled in يعني التحق او سجل في كورس كمبيوتر مؤخرا او حديثا. enrolled in. Number two, a punctual and efficient worker. Punctual اللي هو منضبط و efficient اللي هو كفء. Must get a، هنا عايزين نون، an increase in salary. لازم يحصل على ايه لما دام المواصفات الجميلة دي فيه وزيادة في السالري اللي هو المرتب. أكيد يا جماعة لما نبص لكلمة بروموشن هنلاقيها مناسبة جدا وسهلة جدا بالنسبة للفوكاب اللي عندنا. بروموشن، بروموشن اللي هي ترقية. طبعا بقية الكلمات لما تيجي تبص لها كده هتلاقي طبعا ما تنفعش معانيها سلبية خالص. نمبر 3، my father worked in Cairo Oil Company for 20 years until he at the age of 60. اول ما بص لحد في لحد سن او سن الستين هيجي في دماغي كلمة يطلع معاش. هنا بالنسبة للاختيارات اللي موجودة شباب هتبص تلاقي ايه هي اختيارات الربكة اللي فيها ايه عشان السبيلنج او فوكابولاري. انا بس عندي هتبص تلاقي ايه regain ريترايت اللي هي يعيد محاولة. شوف اللي بعدها اسمها ايه؟ ريتاير، هي دي اللي احنا عايزينها. ريتايرد اللي هو طلع معاش في سن الستين، يبقى ريتايرد. I was made when the company I worked for، لما الشركة اللي انا كنت شغال فيها closed قفلت، انا ايه اللي حصل لي؟ بقيت ايه؟ هنلاقي ان في كلمة عندنا درسينها اللي هي يستغنى عنه او مفصول عن العمل، هتلاقي كلمة redundant. redundant اللي هي مفصول عن العمل، خلاص بقى فائض عن الحاجة، يعني الشركة استغنت عن خدماته. most companies، معظم الشركات courses for their للموظفين بتوعها to improve their skills، يبقى بيوفروا الكورسات، يبقى provide. ونخلي بالنا من الاختيارات لعل وعسى يكون في تشابهات في السبيلنج. I made up my mind to spend the weekend in my village. هنا ممكن يجيب لي مصطلح انت حضرتك تكون درسته زي make up mind اللي هو بمعنى يقرر بالظبط زي كده. فبيقول لي made up my mind هنا is a synonym، هي مرادف لكلمة ايه؟ هنلاقي مرادف لكلمة يكرر. ادور على كلمة يكرر. طبعا يا جماعة الاختيارات اللي انا بختارها بناء على ايه؟ لازم اكون مذاكر الاول، يعني ما تبقاش اجتهادي كده مني. يبقى decided. I decided to. I made up my mind to. قررت. You need to retrain and improve your skills to remain. لازم انت او محتاج ان انت يعاد تدريبك او تتدرب تاني وتحسن من مهاراتك علشان تفضل ايه؟ تفضل مقبول وقابل للعمل على طول. هنلاقي عندنا employable، اهي مظبوط، كلمات واضحة جدا. الهدف من النموذج الاسترشاد يا جماعة مش التعقيد، الهدف منه هو انك تنشط مذاكرتك ومراجعة دورية على الوحدات زي ما احنا شايفين. We should هنا محتاجين فعل. Science and scientists in all fields of life، في كل مجالات الحياة العلم والعلماء ينبغي ان احنا ايه؟ هنلاقي مثلا كلمة humiliate اللي هو زي يهين او حاجة،
فابريكيت يصنع، كالكوليت يحسب. في كمان كلمه احنا دارسينها هتيجي في دماغنا على طول، ابريشيت. ابريشيت يعني نقدر العلم والعلماء. Factory workers must be to do new tasks efficiently. New tasks يعني مهام جديدة بكفاءة. يبقى إن هم إيه؟ يعاد تدريبهم ويتدربوا مرة تانية، يبقى طبعا retrained. retrained. My father looked for a job for 3 hours every evening. يعني إيه؟ لما تبص تلاقي لمدة 3 ساعات كل مساء، يبقى عايز وظيفة الصفة بتاعتها إيه؟ زي مثلا إيه اللي هي تبقى زي مش دوام كامل، يعني إيه؟ يعني تبقى زي مؤقتة كده أو عدد ساعات معين. الوظيفة اللي من النوع ده هو إحنا بنسميها a part time. a part time job يعني وظيفة لجزء من الوقت. انما لو الدوام الكامل طبعا بيبقى اسمه فول تايم. يبقى احنا الاجابه بتاعتنا بارت تايم، علشان تو انكريز، عشان يزود هيز انكم، دخله. ذا اوفيسر الضابط، ذا سولجرز تو فاير الجنود ان هم يطلقوا النار، ات ذا تيرورست طبعا، at the terrorist او fire at the terrorist يعني يضرب النار او يطلق النار او يطلق النار على الارهابي. هنا طبعا to، يبقى هشوف الفعل المناسب هنا، امر، مظبوط، ordered، لان بيجد معناها توسل، وسيد ما يجيش وراها بقى to. inquired يعني استفسر، يبقى الاجابه ordered. you seem terribly ill، انت شكلك تعبان بشكل فظيع او جدا. يبقى why من اساليب النصيحة بقى، why don't you، يبقى why don't you consult a doctor، يعني لما لا تستشير طبيب. طبعا my brother advised me، but why don't you. ونخلي بالنا يا جماعه من السؤال اللي فات، يعني لو تركات الامتحانات، فانت هنا مثلا كان ممكن تبقى في الماضي. يعني لو انا بقول للواحد يعني على شكل نصيحه مغدره في الماضي، او لوم او عتاب، بقول له ليه ما شفتش دكتور في الماضي، يبقى كانت why didn't you. انما هنا طبعا why don't you، بنصحه ليه ما تستشيرش طبيب. My father always asked to eat fresh food. تمام، ان احنا ناكل اكل فريش، يبقى طبعا ان هو ايه، هو بيطلب مننا، لان وارنس يحذر، وانكوارز يستفسر، وسيز يقول، يبقى اسكس اس يعني يطلب منا ان احنا ناكل فريش فود. ذا دكتور ادفايد مي تو ستوب سموكينج، الدكتور نصحني ان انا اتوقف عن التدخين. يبقى هي سيد اي سموكينج، يبقى I should stop smoking، إن أنا ينبغي إن أنا أتوقف عن التدخين. لأن must have stopped طبعا ديت اللي هي الاستنتاج في الماضي، اللي هي أكيد أكيد توقفت عن التدخين، إنما هنا إيه، نصيحة، يبقى should stop. My mother asked me، ماما طلبت مني، my lesson again to answer the questions well. يبقى طبعا هنا asked me، يبقى جيب to والفعل فيه المصدر، يبقى to revise. to revise هتلاقيها معايا مظبوطة اهي، يبقى to revise. my teacher always encourages us، المدرس بتاعنا او مدرسي دايما بيشجعنا، to برضو من الأفعال اللي بيجي معاها to والمصدر more and more to enrich، عشان نثري our knowledge، يبقى to read. I suggest that my friend، هنا بالنسبة لسجست يا جماعة، احنا سجست اللي هي معناها يقترح، هي سجست لو جه وراها فعل مباشرة، يا ريت نخلي بالنا من الكلام، لو وراها فعل مباشرة بناخد اللي هو gerund ing. انما لو suggest جاي وراها that وجملة، يبقى الفعل شكله بيبقى عامل ازاي، يا اما should
والمصدر يا اما المصدر مصدر يعني مجرد ما فيش فيه لا اس ولا اي اس ولا اي ان جي ولا اي حاجه من دي، يبقى اي سجست ذات ماي فريند عادل ادور بقى هنا على شود والمصدر او المصدر بس، يبقى ترافل مظبوط هنا، يبقى ترافل تو اسوان ويز اس. تعال نروح للسؤال 20 وبعدين نرجع نكمل ال 18 وكده، عشان في سجستس لمحتها ايه ماي فريند سجستس، هو صديقي بيقترح. هنا يا جماعه لسه قايل فوق لو ما دام النقط هنا يبقى نختار الاي ان جي، بس نبقى مخليين بالنا يعني. فور ذا نيكست باس سينس ات ويل ديلي اس، لان ده هيأخرنا. فالتركان اللي هنا ايه في المعنى، احنا اتفقنا خلاص هنجيب اي ان جي، بس ممكن تبقى نوت والاي ان جي. نشوف هو اقترح الانتظار ولا عدم الانتظار. هنا بيقول لي ات ويل ديلي اس، هيأخرنا. وي ويل تيك ا تاكسي، احنا هناخد تاكسي، يبقى نوت ويتنج، يبقى اقترح عدم الانتظار للباص التاني. تعال بقى نشوف ماي فريند recommends. recommends اللي هو يوصي بيه، اجيب وراها الفعل في اي ان جي. اوليفر تويست از اتس فيري انترستنج، يبقى reading، يبقى بيقترح او بيوصي بيه قراءه reading. ايه سيت، ايه قالت ايه؟ if I were you I would I would read this book. مفيش طبعا اي دي تعتبر غلطه من في الطباعه يعني. I would read this book. هنا آية تعتبر إيه؟ آية تعتبر إن هي بتنصح، ما هي if I were you دي من أساليب النصح، الحالة التانية دي بتستخدم في النصح، لو أنا مكانك كنت عملت كذا، يبقى advises. مظبوط كده؟ في النهاية طبعًا بنشكركم على حسن استماعكم، ونتمنى إن شاء الله إن الحصة تكون فادتكم، وهنتقابل إن شاء الله في حلقات مقبلة مع مراجعات ثانوية عامة. تحياتي مستر جلال حسنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.